الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه النصيحة للنساء اللاتي يجلسن خلف هذا الدرس بالخروج والابتعاد عن الرجال، لأن النساء وسط الرجال في مكان هذه الموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا مانع أن النساء تجلس لسماع الموعظة وسماع الدرس، ولكن يكن منعزلات عن الرجال، لا يختلطن مع الرجال، لأن النساء كن يحضرن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة معه ولسماع التذكير، ولكن يكن في مؤخرة المسجد، يكن متأخرات عن الرجال في الصلاة وفي سماع الموعظة، ولا يختلطن مع الرجال،